مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من ناس من بلدنا. كل سنة وكل الدنيا بخير، لأن رمضان ده منحة من ربنا سبحانه وتعالى بجد. فبجد كل سنة وكل البشرية، كل الإنسانية بخير، لأن الأيام دي أيام خير وبركة ما يعرفهاش إلا العالمين. ربنا يا رب يجعلنا منهم ونعرف قيمة الشهر الفضيل، ونعرف قيمة رمضان، ونعرف قيمة مصر، قيمة بلدنا الكبيرة. أنا عايز أقول لكم، في زمن كورونا لأول مرة جيلي والجيل اللي قبل مني وكل الأجيال اللي بعد مني بيعيشوا الأجواء دي. لأول مرة رمضان من غير تراويح، لأول مرة رمضان من غير خروجات، من غير كافيهات. بس أنا عايز أقول لكم النهاردة، يعني أنا نزلت اتمشيت ولفيت كده في السوق، رمضان ده في قلوبنا بجد والله. الفرق ما بين المظهر والجوهر، رمضان في قلوبنا، احنا حاسين بيه وحاسين بروحانياته وحاسين ببركاته، حاسين بعظمته بجد. انا بقول الكلام ده للاخوة اللي هيجين على السوشيال ميديا، ورمضان ومش رمضان والجوامع والتراويح واللي 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 واللي. يا جماعة رمضان في قلوبنا ببركاته بنفحاته، رمضان في قلوب العباد. صحيح الاجواء متغيرة والدنيا متغيرة، بس انا بقولها مفيش حد هيتزكى على ربنا سبحانه وتعالى. اللي احنا عملناه في رمضان اللي فات هناخد ثوابه في رمضان ده. يعني اللي كان مداوم على التراويح، واللي كان مداوم على ختم القرآن مرة واتنين، واللي كان مداوم على قيام صلاة القيام، هياخد ثوابه برضه هنا. ما بقاش انت ما دخلتش اصلا الجامع وعامل بيج على الفيسبوك وعامل جروب وعامل هاشتاج والجوامع وعاوزين وعاوزين وعاوزين، ايه يا عم؟ مفيش حد بيتزاكى على ربنا سبحانه وتعالى. زمن كورونا بجد الأقنعة بتتساقط بجد، والوشوش الحقيقية بتظهر، وده اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت. عايز اقول لكم ان الدنيا والعالم اجمع، اقتصاديا وسياسيا ورياضيا واجتماعيا، دول كتيرة ودول كبيرة جدا، صدقوني وهتقولوا محمد عثمان قالها، في دول خلاص الارض اتهزت من تحتها، بتقع. شخصيات كانت قدامنا كبيرة وعظيمة، كورونا كشفهم على حقيقتهم. في دول كبيرة جدا كورونا برضو كشفهم على حقيقتهم. في وسط كل ده بانت مصر بعظمتها اللي الكل بيشكرها دلوقتي في كل العالم. المنظمات والهيئات الدولية بتشكر مصر، الدول الكبيرة بتشكر مصر، كل المهتمين بمجال الصحة وتطورات كورونا كلهم بيقولوا الإجراءات اللي عملتها الحكومة المصرية إجراءات عظيمة جدا ما اتعملتش في دول كبيرة. يا جماعة حد يتخيل في أمريكا تخش الصيدليات وتخش محلات كبيرة ما تلاقيش كمامة، ما تلاقيش كحول؟ في أمريكا. تعال في مصر، مصر بتتوزع الكمامات من بمعرفة رجال القوات المسلحة في محطات المترو ومواقف الأقاليم وعبود والسلام ومحطات القطارات، بتتوزع مجانا. دول بتسرق شحنات الكمامات والمطهرات، دول بتسرق، عندنا بتتوزع ببلاش. عظيمة يا مصر بجد والله. أنا حاسس إن مصر بتنضف والله العظيم، واللي حصل النهاردة والقبض على بعض فنانة السوشيال ميديا ملهاش أي أعمال تذكر، حاسس إن البلد بتنضف.
كمان البنت النكره دي اللي عملت قالت انا هرم مصر والهرم الرابع ايه ده؟ ايه ده؟ مين اداك الحق انك انت تتكلمي كده؟ الا النهارده فعلا ان انا استقطب بنات واتكلم في حاجات يعني يا جماعه احنا مش كده، هو علشان اكسب فلوس اتخطى الخطوط الحمراء؟ ما ينفعش يا جماعه، بلاش نستسهل، عايزين نعرق ونشتغل ونفكر، عايزين نعرق ونشتغل ونفكر، البلد بتنضف. وصدقوني مصر بعد كورونا غير مصر قبل كورونا، لازم تكون القناعات دي جوانا. قبل ما اقول لكم الكلام ده، بصوا معايا على كل دول العالم المتقدمة، الدول الكبيرة، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة والأعضاء الكبار قوي دول، تخيلوا الدول بتسرق من بعضيها الكمامات، الشحنات اللي بتعدي في البحر الأبيض. هنا بيبان معدن مصر، مصر بتبان أصالتها. بجد فخور ان انا مصري. عايز اقول لكم النهارده كمان 24 ابريل، بكره ان شاء الله 25 ابريل. اليوم ده بالنسبه لي علامه فارقه بجد، لانه عيد تحرير او العيد القومي لمحافظه شمال سيناء، عيد تحرير سينا. سينا دي حتة من القلب، لا حتة من قلب القلب، حتة من قلب القلب. جيشنا المصري ورجالة القوات المسلحة والمصريين كلهم، كانت معركة كبيرة جدا، معركة في الحرب وفي السلام، لحد ما رجعت سينا بجد لحضن مصر. فكمان النهاردة يوم جميل جدا، يوم مصري، يوم مصري، لانه رجوع الحق لاصحابه، عوده سينا لحضن مصر الحبيبه. يمكن محدش في هوجه رمضان وهوجه كورونا البعض نسي التاريخ ده، لكن انا ما اقدرش انساه، وبفتكر دايما. كانت في خواطر كده كتبتها من اكتر من 15 سنه، كنت بقول صباح الخير يا سينا، يلا تعالي وقابلينا، ده الخير هل علينا وعلشانك احنا جينا. سينا دلوقتي، سينا دلوقتي بجد في ظل الاجواء اللي بتحصل، والدواعش بيحاولوا ان هم يكون لهم وجود، لكن ابدا لن يكون. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وكل السيناوية طيبين ومتحررين وفي حضن مصر العظيمة الكبيرة. هنخرج فاصل سريع ونبدأ الجد بقى حلقتنا النهاردة عن حقوق والتزامات الشركات والعمال في زمن كورونا. الفترة اللي فاتت دي كان فيه هرج ومرج، رجال أعمال سرحوا عمالة، وناس تانية خفضوا مرتباتهم، وناس تانية قعدوهم في البيت، وناس فصلوا تعسفي. في نفس الوقت في ناس محترمة قوي ادت اجازات، ادت مكافآت، حافظت على المرتبات، وعملوا عندهم مصانع وشركات، عملت اماكن للحجر الصحي. فزي ما كان في ده كان في ده، لكن عشان نتكلم عن الحقوق والالتزامات لازم يكون معانا المستشار القانوني والباحث القانوني الكبير المستشار ياسر حشيش. بعد الفاصل خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين. رجعنا من الفاصل ومكملين معاكم ناس من بلدنا. زي ما اتفقنا اول ما بدأنا مع بعض في 2018 ان كل ثانية في البرنامج لازم تبقى
في خدمه بلدنا وكل ناس بلدنا. قلنا موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن حقوق والتزامات الشركات والعمال في زمن كورونا اللي فرض نفسه. في ناس اتصرفت كده منها لنفسها، سرحت عمالة، فصلت عمال، ادت اجازات، خفضت مرتبات. طبعا علشان نشوف الموضوع ده من المنظور القانوني، الاول رحبوا معي بضيفي وضيفكم المستشار القانوني والباحث القانوني الكبير مستشار ياسر حشيش. منورنا يا فندم. اهلا اهلا، ازيك يا محمد بيه؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والامه الاسلاميه بطيبه في كل بقاع الارض، وان شاء الله يرجع علينا رمضان جديد باعياد جديده ان شاء الله. طيب انت عارف احنا كمصريين يعني احيانا بتاخدنا الفهلوه احيانا. نعم. سمعنا عن شركات كتير صفت العماله بتاعتها، سرحت عماله، فصلت عماله، خفضت مرتبات. شايف حضرتك يعني الموضوع ده قانونيه الموضوع ده ايه بناء على العقد اللي ما بين العامل والشركه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول إحنا الآن في ظروف استثنائية، ظروف غير عادية، ظروف طارئة، وظروف يجب أن يتحملها الجميع. الجميع ده اللي هو العامل وصاحب الشركة والدولة. تمام. كل واحد له دور في تحمل مسؤوليته في مواجهة الظرف اللي إحنا فيه. حتى نعدي ببر الأمان، والعامل النهاردة هو جزء من الشركة، وإن مقومات النجاح لأي شركة في العالم هي العمالة. الشركة بتحاول تحافظ على العامل بتاعها المدرب اللي كلفها سنين وسنين تدريبات، وفي نفس الوقت العامل بيحافظ على دخله، فهي منظومه متكامله كلهم بيكمل بعضه. النهارده الدوله قامت بدورها على اكمل وجه في دعم الشركات ودعم اصحاب العمل في ان هم يحافظوا على تواجدهم ويحافظوا على كيانهم. النهارده دور الدوله، حددت بعض الامتيازات وادت اصحاب العمل بعض الامتيازات اللي هي تساعدها انها تسير اعمالها. فالدولة مثلا قامت بتأجيل سداد القروض، وعارفين احنا كل معظم الشركات قائمة على القروض وشركات مع البنوك، فأجلتهم كل القروض بكل فوائدها لمدة 6 شهور، وده بيعمل رقم ضخم جدا لأصحاب الشركات. تاني حاجة خفضت قيمة الخدمات اللي هي بتقدمها الدولة زي الكهرباء. الكهرباء كمصدر للطاقة في المصانع ده شيء أساسي وبيكلفهم تكلفة عالية جدا جدا. النهارده لما الدوله تخفض برضو ده دعم للشركات عشان تواجه الازمه اللي احنا فيها. كذلك خفضت اسعار الفائده برضو، دي حاجه رقم كبير جدا جدا بيوفر للشركات والمصانع ارقام كبيره جدا. طيب هنا الشركات يعني على طول في خط متوازي مع الاجراءات الايجابيه اللي قامت بها الدوله. للاسف بعض الشركات قامت باجراءات سلبيه جدا، انها سرحت عماله وفصلت ناس وخفضت مرتبات ناس، فحابب اعرف مدى قانون ده من حضرتك. تمام تمام. انا جاي لحضرتك بس كنت الاول برضه اتكلم على دور العامل نفسه. اتفضل. العامل نفسه جزء من العمل وجزء من المنظومه بشكل عام. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. اذا في شرط عشان استحقاق الاجر، وهو ان تعرق وتاخد بعد كده اجر. تمام. عرق يجف تستحق عليه اجر. تمام. لكن النهارده لو انك تطالب باجر بدون عمل محدش هيقبله. يبقى لازم اذا لا معلش ثانيه، في عمل ما انا عندي هنا الدوله. الدوله أوه. اللي احنا بنقول عليها يعني هنا العامل في القطاع الخاص والعامل في القطاع العام. نعم. الدوله نيجي على المحليات، على الشهر العقاري، على الجدي، قالت خلاص كله يقعد في البيت والناس كلها بتاخد مستحقاتها. نعم. كامله. نعم. كما لو كان بيشتغل، فاكيد نفس النظام العامل اللي في المصنع في الشركه ده مش متاخر عاوز يروح الشغل لان وراه التزامات، وراه اولاد وبيت مفتوح وعاوز مصاريفه، فهو وهو مش متاخر. كلام حضرتك مظبوط. احنا في حاجه من الاثنين، في انت فيما يخص فصل العامل، الفصل من العمل ده بيدور في نطاق الماده 69 من قانون العمل، سواء قانون 12/2003 او قانون صادر سنه 2008. تخفيض الاجور بيدور في الماده 41 من نفس القانون. تمام. مادة 41 دي بتقول ايه؟ اذا حضر العامل الى مقر العمل، تمام، هو الراجل طلع من بيته ووصل للعمل في الوقت المحدد للعمل، في الوقت المحدد اللي يوصل فيه للعمل، وكان مستعد لمباشره عمله، هو كان جاي من البيت مستعد لمباشره العمل، ولكن ايه، وحال دون ذلك اسباب ترجع الى صاحب العمل، اسباب ترجع الى صاحب العمل. يعمل ايه يحصل؟ اعتبره كانه ادى عمله ويستحق 100% من مرتبه. ده نص القانون،
ده ايه؟ نص القانون. يبقى اذا لا يجوز لصاحب العمل انه يخفض اجر العامل نظرا للظروف الطارئه اللي هي خارجه عن اراده الموظف وخارجه عن اراده صاحب العمل. طب الظروف دي بتنطبق على كورونا؟ طبعا. الظروف دي ظروف استثنائيه بتواجهها الدوله وبتواجهها الناس كلها في العالم، بس مش مصر لوحدها، ده كل الدول. طيب اذا جه الظروف بقى قهريه منعته انه يباشر عمله اصلا، يعني ما فيش مصانع، المصنع اتحرق، ما فيش حاجه، هتيجي تعمل ايه انت كموظف؟ لا، في الوقت ده يستحق نص اجره بنص القانون. نص اجره بنص القانون. تمام. ان هو مش هيبقى في قوه قاهره حل تقديره العمل، لكن النهارده انت بتروح المصنع وبتنتج، بتروح المصنع وبتشتغل، مش من حقك تخفض لي مرتبي، مش من حق صاحب العمل انه يخفض المرتب. تمام. يبقى احنا بنفرق بين حالتين، حاله اللي هو انه جه وادى عمله تمام ووصل مكان او وصل المكان، وحاله ظروف صاحب العمل انه يؤدي العمل، او قوه قاهره بقى المصنع ولع ما فيش مكان، مكان العمل غير الملائم، دي قصه مختلفه. لكن الموظف يجي ويؤدي عمله لازم تديله مرتبه كامل، مش من حقك تنقصه كامل. ما تساوموش على اكل عيشه، ما تساوموش النهارده ان هو مش ما عندوش حل تاني، عايز ياكل ولاده في البيت، مضطر يقبل، مضطر يقبل. طب في الحاله اللي بعض اصحاب الشركات اجبروا العمال فيها على الجلوس في البيت، عاملينه زي فصل مؤقت او تسريح مؤقت او تخفيض المرتب، هنا العامل يعمل ايه علشان ياخد حقوقه؟ يلجا للقضاء على طول طبعا، تماما، وهيديله حقه ثالث ومثالث، يعني لا تقلق. المشكله مش في كده، بص حضرتك حاجه، المشرع المصري في قانون العمل المصري حدد حالات فصل العمل من العمل على سبيل الحصر، والحاجه اللي على سبيل الحصر لا يجوز القياس عليها، ولا يعني لا يجوز القياس ولا يجوز التوسع فيها. هم 9 حالات اللي يحق لصاحب العمل فصل الموظف فيهم وما يبقاش فصل تعسفي. فيما عدا هذه 9 حالات اي فصل الموظف فصل تعسفي يستحق عليه تعويض، واوتوماتيك المحاكم بتدي تعويض من اول درجه. طيب حضرتك بتتفق معايا ان في معظم المصانع او الشركات اللي بتقوم على التصنيع ليها مناديب بيع ومشرفين بيع ومديرين بيع، اللي احنا بنسميهم مناديب المبيعات، اللي بتبقى موجودين دول بيوزعوا بضايع ايا كانت البضايع دي، ايه، سواء دهانات، سواء اغذيه، سواء ادويه، حاجات كتيره زي جدا، حاجات كتيره جدا من دول. في بعض العماله من دي ما بتبقاش عماله ثابته، يعني انا النهارده بقول لك انا عاوز مثلا مندوب بيع ومشرف بيع في محافظه زي سوهاج، اتقدم لي ياسر، اتقدم لي محمد عثمان، اوكي خلاص انتوا موجودين وبتشتغلوا من هناك. نعم. طب الناس دي في حاله لما صاحب الشركه يتصل عليهم ويقول لك لا خلاص اقعد انا مش عاوزك انا الشهر ده او الشهر اللي جاي، دي يعمل ايه؟ دي العماله الغير منتظمه اللي خارج الاطار القانوني للدوله. الدولة حكمت وحطت قوانين لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. فيجب أنا النهاردة أو كموظف أو كعامل ما أقبلش بأن أتعامل خارج الإطار القانوني. النهاردة أنا سواء أي عامل أو أي موظف يرتبط بعقد مع صاحب العمل. حتى لو هي عمالة غير منتظمة ترتبط بعقد وتشترط فيه اشتراطات تحمي نفسك وتحمي شغلك وتحمي أكل عيشك. لازم يكون في عقد مكتوب. مكتوب طبعًا. القانون حط اطر للتعامل مع الناس كلها بين ونظم العلاقه، بل بالعكس انا شايف ان القانون في كثير من الاحيان انحاز لصالح العامل. ان القانون المستحدث سنه 2008 ده قانون العمال في الماده 119 بتعطي للعامل ان يقدم استقالته وان يعود من الاستقاله، يعني النهارده قدمت استقاله ليا اسبوع ارجع فيه في الاستقاله من غير موافقه صاحب العمل. حضرتك متخيل؟ حتى وان كان صاحب العمل وافق على الاستقاله، وافق على الاستقاله، انا ليا اسبوع من تاريخ موافقته ان ارجع للعمل بدون موافقه صاحب العمل. يعني تخيل يرجع رغم من انف صاحب العمل. وبرضه النص دي عليه مشكله قانونيه، وهو يعني ان في بعض الوظائف ممكن اقبل. العماله العاديه بتاع رجع، لكن النهارده لو انا عندي مدير شركه واقدم استقاله، انا مش هسيب الشركه اسبوع بدون مدير عشان انتظر هو هيرجع في استقالته ولا لا. دي نقطه قانونيه. طب احنا معانا على التليفون الاستاذ يحيى جاد. مساء الخير يحيى بيه. اهلا وسهلا بيك، ازي حضرتك؟ منور ناس من بلدنا يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، منور بوجود حضرتك. ربنا يبارك فيك. طبعا زي ما حضرتك شايف ضيفي المستشار والبحث القانوني المستشار ياسر حشيش، بنتكلم على
حقوق طب والتزامات اهلا الشركه. بيه وبحضرتك، وكل سنه وحضرتكم طيبين. اهلا يا حبيبي، كل سنه بصحة طيب يا وسلامة. حبيبي، كل حضرتك سنه حضرتك بخير حبيبي. يا الله استاذ المستشار ياسر، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. دلوقتي احنا في الجدال كده يا يحيى بيه، انا والمستشار ياسر، عن حقوق العمال في زمن كورونا وقيام بعض اصحاب الشركات بتسريح عماله وفصلها فصل مؤقت وتخفيض مرتباتها رغما عن انف العمال. وانت عارف وتتفق معايا حضرتك، العامل بيكون وراه التزامات، بيت، ايجار، ميه، كهرباء، مصاريف ولاد، مدارس. طبعا بنتكلم على العامل بقى يعمل ايه في الحاله اللي زي كده. بص يا استاذ محمد، هو طبعا الظروف اللي احنا فيها دي الاستثنائيه بتاعت كورونا، صاحب العمل برضو لازم يكون فيه مرونه بينه وبين الموظفين والعمال اللي عنده في الشركه او في المصنع او في المؤسسه. قانون العمل برضو ليه دور هنا في الموضوع. طبعا انا هكلم حضرتك على القانون العام، طبعا كلنا عارفينه، رقم 12 لسنه 2003. تمام. في ماده منه اللي هي الماده رقم 41، دي طبعا بتنص يعني عملت محددات للموضوع ده في ظل الازمات او الاستثناءات اللي بتمر بيها اي دوله. فعندنا هنا في مصر مثلا طبقا للقانون 12 الماده 41 فيها شقين. الشق الاولاني بتقول اذا كان العامل منتظم في عمله ويقدر يصل لمكان عمله ويباشر عمله بشكل مباشر بصفه يوميه، بس في اسباب حاله دون اتمام عمله ترجع لصاحب العمل نفسه، زي ما انت قلت، واخد بال حضرتك؟ اتفضل. ساعتها في الحاله دي من حق العامل ان هو ياخد اجره كامل. تمام. انما لو في اسباب حاله ما بين ممارسه المعامل او الموظف عمله بشكل مباشر وظروف قهريه خارجه عن اراده صاحب العمل، في الحاله دي بس فقط يحق لصاحب العمل ان هو يستقطع نصف اجر العامل والموظف. طيب انت عارف هنا يا حبيبي، كنت لسه برضه بقول للمستشار ياسر في الجزئيه دي تحديدا، ان العامل هنا بيبص لزميله اللي موجود في القطاع العام او اللي شغال في المحليات، اللي شغال في الشهر العقاري، الهيئات اللي بتاخد مرتباتها كامل بحوافزها بكل حاجه وقاعد في البيت، فببص يقول اشمعنى ده ما تخفضش منه جنيه وانا اتخفض مثلا نص مرتبي او حاجه زي كده، انا مش متاخر انا عايز اشتغل. كلام حضرتك مظبوط يا استاذ محمد، ما ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، على لازم يكون في اتفاق ما بين صاحب العمل وما بين العامل في حاله قرار او ان فكر صاحب العمل ان هو يتخذ قرار في القطاع الخاص بتخفيض جزء من اجر العامل او الموظف، سواء بقى بنسبه 50% او بنسبه 25% او اي نسبه بتيجي على ذهن صاحب العمل. الكلام ده لازم يكون باتفاق كتابي بين الطرفين. مش من حق صاحب العمل مش من حق صاحب العمل انه يقر من طرف واحد هو من طرفه، ايوه، بشكل الزامي انه هو يخصم من العامل او الموظف اللي عنده نسبه من اجره في ظل الظروف ان الاستثنائيه، ان احنا مثلا زي كورونا اللي احنا فيها دي كده دلوقتي، طالما الظروف خارجه عن اراده العامل وصاحب العمل في نفس الوقت، فصعب قوي برضو انه يتحملها كلها العامل. يعني 50% او 25% او 10% او 15% هتضر جامد العامل او الموظف بصفه خاصه طبعا في القطاع الخاص، وهتأثر على معنوياته وهتخلي أدائه في الشغل برضه في الأداء أكيد اللي مش مطلوب، اللي هو مش ما فيش فيه كفاءة ولا تركيز ولا فعالية في الشغل. يعني حضرتك زي هنا ما حضرتك قلت يا أستاذ محمد، هيبص لغيره اللي موجود، زميله اللي موجود في القطاع العام. تمام. يعني لازم يكون الموضوع يعني توافقي هنا يا حبيبي. نعم يا أستاذ ياسر. يعني لازم الموضوع هنا يكون توافقي. طبعا لازم يكون توافقي، وإذا كان في ضرورة نتيجة مثلا انخفاض الإنتاج في القطاع الخاص لدى صاحب العمل سواء في مصنع أو في شركة، لازم يكون في تشاور ما بين صاحب العمل وبين العامل، وما تكونش الأمور تتاخد بشكل إلزامي من طرف واحد، لأنه هو يقدر صاحب العمل
يعملها ويتخذ قرار ليه، ويقول للناس والله انا مثلا حر في شغلي، ده دي شركتي وانا عارف بدير البيزنس بتاعي ازاي، فاللي عنده رغبه يستمر في الاداء عمله بالشروط بتاعتنا هيكمل اهلا وسهلا، اللي ما عندوش رغبه وحاسس ان هيبقى كده الامور هتبقى صعبه عليه هيقول له قدم استقالتك وسيب العمل. فده مش حل، انا زي ما بقول لحضرتك يا استاذ محمد، لا ده مش حل. عشان يبقى صاحب العمل واخد برضه شكل قانوني لازم يعمل زي استقصاء او سيرفي ويسلم العامل او الموظف عنده في الشركه بيان رسمي بوجهه نظره او رايه في حاله اتخاذ الشركه او المصنع او الكيان تخفيض نسبه من اجر العامل. اذا لا. كانت اغلبيه من الموظفين والعمال هترفض طبعا الكلام ده، يبقى هنا في الشكل ده يبقى مش من المستحب او من المفضل ان صاحب العمل يقوم باتخاذ قرار احادي من طرفه ويخصم النسبه اللي هو شايفها من العامل. لانه زي ما قلت لحضرتك يا استاذ محمد، هو هنا العامل بيأدي شغله. طالما امتى بقى ساعتها يبقى يحق لصاحب العمل 100% قراره؟ اذا لا قدر الله، لا قدر الله مثلا في ظروف زي الكورونا اللي احنا فيها والدوله قررت فرض حظر التجوال كامل. هنا ساعتها يبقى دي ظروف زي ما قلنا حضرتك طبقا لنص الماده 41 ان في ظروف قاهريه حاله ما بين قيام الموظف ومغاشمه عمله دون اراده صاحب العمل. ده قرار دوله مثلا يا استاذ محمد، سياسه دوله عشان نسيطر على الازمه مثلا اللي احنا فيها. ده في حاله لا قدر الله ان الموضوع تفاقم، ساعتها هنا في الازمه دي مع صاحب العمل الحق طبقا للقانون ان هو يستقطع نصف اجر العامل. لكن طالما الدوله يعني فيها يعني الحمد لله مرونه ان احنا نقدر الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وطبعا نتمنى ان الظروف تتحسن احسن من كده واكتر كمان. بس طالما احنا في الوضع الحالي زي ما حضرتك شايف انه قبل رمضان كان الحظر لغايه الساعه 8 يعني شبه، لا الحمد لله احنا في رمضان بقينا من 9 اهوت ان شاء الله بقينا 9. طب اذا في فرصه ان الموظف يؤدي شغله بشكل تام اكيد طبعا، مش هيبقى فيه بقى يعني مبرر لصاحب العمل ان هو يفكر في تخفيض جزء من اجر العامل في الظروف اللي احنا فيها. طب المستشار ياسر كان ليه سؤال كده عند حضرتك، اتفضل. السلام عليكم يحيى بيه، ازي عليك، ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. يحيى بيه، انا بنتكلم على نص قانون وروح القانون. نص القانون زي ما احنا عارفين انه من حقه يخفض في ظروف القوى القهر، وخفض لل 50% كمان بنص الماده 41 من قانون 12/2003 زي ما حضرتك ذكرت. لكن انا بتكلم دلوقتي لو استمرت شركات تدفع مرتبات وهي بتتكبد خسائر فادحه خلال 6 شهور 7 شهور، لو استمر الوضع على كده الشركات دي ممكن تفلس وتقفل، وبالتالي يترتب عليها ان العامل هيخسر مرتبه كله ومصدر دخله كله بعد 6 شهور. ايهما افيد للموظف؟ ان انا اخفض منه 25% ويستمر معايا سنين جايه ونحافظ على بعض ونحافظ على الكيان انه يفضل موجود، ولا ان انا اديله 100% وبعد 6 شهور اقفل وامشي انا وهو نحن الاثنين ندور على شغل؟ لا، لو اتضرر، بص يا استاذ المستشار، لو اتضرر زي ما حضرتك وضحت دلوقتي هيبقى واقع على الطرفين. زي ما حضرتك قلت كده وتفضلت ان في خلال 6 شهور الانتاج يقف والشركه مصر او مصنع يقف، لا هنا في الحاله دي يبقى لازم يكون في توافق بين الطرفين وتراضي على خصم مثلا نسبه 25% زي ما حضرتك تفضلت وقلت، تمام، وحتى تتاخد بشكل مؤقت. يبقى ده وعد حتى من صاحب العمل ان الوضع ده احنا شكل مؤقت لحين انتهاء الازمه، وبعد الازمه ترجع الامور لنصابها الطبيعي، تمام، وشكلها الطبيعي، تمام. فده مفيش مشكله، بس بشرط يا سياده المستشار، وطبعا حضرتك عارف لازم يكون الموافقه بشكل كتابي. مظبوط. عشان انا كصاحب عمل اضمن برضو حقي، ما يبقاش الموظف عندي بيقول لي من ناحيه وافاجئ من ناحيه ثانيه مثلا ان هو راح يرفع قضيه عليا بحجه ان انا خفضت على تخفيض 25% من راتبه. تمام. فلازم الاتفاق يكون ياخد شكل كتابي. تمام. طب احنا يعني بنشكر حضرتك الخبير المالي الاستاذ يحيى جاد على مداخلتك المهمه جدا معانا في الاول وفي الاخر. احنا كلنا مع بعض بنحاول النهارده نلاقي توافق علشان المصانع تشتغل وفي نفس الوقت نحافظ على حقوق العمال، ونشكر حضرتك جدا على مداخلتك. بيتفق تماما حضرتك الاستاذ يحيى جاد. هو زي ما بقول معاليك ان احنا في ازمه استثنائيه وفي ظروف استثنائيه،
وهو والاستثنائي بيقابل باجراءات استثنائيه يجب ان يتحملها الجميع وليس صاحب الشركه عشان تقدر تستمر. والا انا النهارده انا مبسوط باخد مرتبي كامل وبعد شهور شركتي هتقفل وهخسر مرتبي كله. مع ان في توجهات في الدوله والتوجهات من السيد الرئيس هاني ان مفيش خصومات ومفيش تسريع عماله وكل يعني دائما وابدا اجراءات الدوله بتحافظ على الطرف الاضعف في العقد وهو المعامل او الموظف. اكيد طبعا. نعم ودائما نصوص القانون كلها بتحافظ على الحقوق للعامل ولصاحب العمل ولكن دائما تميل للطرف الاضعف في العقد. طيب هنا احنا بنتكلم على العامل اللي بيروح الشغل ويجي وبيمضى حضور وانصراف. احنا بنتكلم على دلوقتي العماله اللي بتشتغل من بره. العماله يعني غير منتظمه. اللي احنا حضرتك بتسميها غير منتظمه. طب في حاله عمليه الفصل او تخفيض الاجور او تخفيض الراتب او المكافئات العامل يعمل ايه؟ او الموظف ما هو العماله الغير منتظمه دي عماله لا يربطها عقد بصاحب العمل ولا يربطها اتفاق مكتوب. زي ما كان بيتفضل الاستاذ يحيى لما كان بيتكلم بيقول لك ان اي اتفاق يجب ان يكون مكتوب حتى يخضع للقانون. النهارده لو ما فيش اتفاق مكتوب مش هتقدر تاخد حقك بوفق للقضاء يعني. برضو في حته قالها كنت عايز اعقب عليها قبل ما اتكلم مع حضرتك وهي خاصه بال زي ما قلنا كده بالعدول عن الاستقاله والكلام اللي حضرتك بنقوله من شويه يعني. قصه المشكله دي مشكله كبيره جدا. انك تقدم استقاله النهارده وبكره تروح تشتكيه مجرد ما تطلع من النهارده خدت حقوقك قدمت استقاله اخدت حقوقك كامله وصرفت بدل اجازاتك وصرفت 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 كل حاجه كل حاجه تروح طالع من عنده من عند شركتك من مدير من مكتب المدير تطلع على القسم تعمل محضر ان هم ايه جيت تروح الشغل ثاني يوم الصبح تعمل محضر جيت اروح الشغل منعوني من الدخول. طب ما هو انت استقلت وخدت مستحقاتك كامله. لا ما هو ومضى ان هو استلم كل حاجه. ما انا هكمل اللي معليك بقى وبعدين يطلع من القسم يروح على مكتب العمل عمل محضر ان هم فصلوني فصل تعسفي. ده انا قدمت استقاله ورجعت في استقالتي وبعت لهم بريد يروح رايح على البريد بعت لهم اختار بالعدول عن استقاله او تلغراف وخلاص وفق للقانون هو كده الراجل ده ممكن يروح الصبح يرفع دعوه في المحكمه انه اتفصل فصل تعسفي ويطلب تعويضات مبالغ ضخمه من الشركه. واخد حقوقه ومشي ويراضي في الشركات بقى عن طريق القضاء ورقه في المحكمه رماها وسيبها تمشي تاخد اجراءاتها لحد ما ياخد حكم على الشركه بتعويض مبالغ كبيره 100,000 200,000 هو مش خسران حاجه. طب في حاله من بقى في الشركه وده بيحصل كتير جدا تعالى امضي انك انت استلمت كل مستحقاتك امضي انك انت ماشي برغبتك امضي ولا امضي لها لازمه الامراض دي ولا لها لازمه وفق للقانون النهارده امتى بقى انت تروح تقدم للمحكمه وتقول لهم الراجل ده ماشي بمزاجه بس في نص بيقول له من حقك ترجع في الاستقاله خلال اسبوع. هو بيجي النهارده يعمل الاستقاله وياخد كل مستحقاته ويمشي تاني يوم خلال الاسبوع اللي هو بيديله القانون يبعت لك تلغراف ويعمل لك محضر في القسم ويشكيك في مكتب العمل ان هو عايز يرجع. طبعا انت مش هترجعه ما انت عارف انه ماشي قبلها بفتره وبتجهز بديل وجبت البديل وشغلته هتمشيه هترجعه ازاي؟ مش هترجعه فتفضل قضيه وياخد حكم بتعويض في النهايه. ده بيجرنا لحاجه ثانيه وهو ان الموظف اللي بيتفصل تعسفي فعلا ليس في القانون ما يبيح للقاضي انه يرجع شغله. مفيش في نص في القانون المصري يبيح للقاضي ان يحكم وحكمنا باعادته للعمل، مفيش الكلام ده. تقتصر او يقتصر دور القاضي في هذه القضيه على اعطائه تعويض فقط. تعويض عن الفصل التعسفي فقط. لكن ما يلزمش صاحب العمل انه يرجعه، وده برضه عوار في القانون يجب ان يراعى، واعتقد انه في التعديلات الجديده ان شاء الله هيراعوا الموضوع ده. طيب في عندنا حاله مثلا يعني صاحب شركه عنده موظف تجاوز مرات الغياب يعني تجاوز في عمله ايا كان هذا العمل اداري او مالي تجاوز في عمله. مقصود ايه بالتجاوز؟ يعني ممكن كان يحوله للنيابه العامه تمام لكن هو قال له ايه تعالى اللي انت عملته ده غلط تمام انا عاوزك تقدم لي استقالتك دلوقتي تمام وتسيب الشغل وتمشي وكفى الله المؤمنين شر القتال. تمام. قانونية الموضوع ده ايه؟ والعامل ده لو فكر انه زي ما حضرتك بتقول كده من حقه انه يرجع في خلال اسبوع يعمل ايه؟ كلام حضرتك مظبوط، بس انا رايي ان صاحب العمل ما يعملش كده. القانون اعطى خليه يعمل كده انا ما انا فرضيك ما انا هعرض على الفرضيه اللي حضرتك بتقولها وهي ان القانون اعطى لصاحب العمل انه يفصل العامل اذا ارتكب تسع حاجات من اسمها بتسمى من الاخطاء الجسيمه. تمام.
من ضمنها التزوير، من ضمنها اعتداء على صاحب العمل، من ضمنها منافسه صاحب العمل، من ضمنها افشاء اسرار العمل. فاذا ارتكب عمل جسيم يسال عليه من النيابه، فاعتقد ان ده من قبيل الاضرار الجسيمه اللي تبيح لصاحب العمل فصله. ولكن بالتراضي بيجيبه يقول له تعالى استقيل، استقيل خد حقك اهو بس بالتراضي وتمشي. تمام. بيلجا العامل للمحكمه العماليه على طول ويقول لهم بعد ما ياخد حاجته برضه يمشي. هو نفس القصه. تمام. انت بتدور في 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 دايره مغلقه بتنتهي عند القضاء. بالتراضي بينتهي عند القضاء، باستقاله رسميه بتنتهي عند القضاء. يجب ان يكون هناك في القانون طريقه ما لقبول الاستقاله عن طريق مكتب العمل بحيث ما يكونش فيها رجوع. طب انا عايز اتكلم ان انا النهارده معلش انا صاحب عمل ومشيت زيد من الناس. انا مش قابله لما بشوفه في الشركه العفاريت بتركبني. تمام. وما صدقت ان هو مشي. هيرجع غصب عني؟ هيرجع غصب عنك. لا مش هيرجع غصب عنك، هو بعد ما تفصله هو مش هيرجع، لكن هياخد منك تعويض عن فصل تعسفي حضرتك ما عملتوش. طب ده مش ما هو ده عوار، ما ده العوار اللي بقول لحضرتك فيه، ان القانون احاط يعني خوفه على العامل بشكل كبير جدا، احاطه بهاله من الحمايات قد تؤثر على صاحب العمل وقد تؤثر على حسن سير العمل بشكل عام. فالنهارده عندنا حاجات يجب ان تعدل، ويجب ان يعني واعتقد في قانون صدر في 2019 بيقول او في تعديلات يعني ممكن تعدل المواد دي. يعني انت متخيل حضرتك ان انت تروح تقدم استقاله وتروح تقول تشتكي صاحب العمل وخدت كل فلوسك واشتكيه وتطلب تعويض تاني، وهتحكم لك محكمه اول درجه بتعويض. وقد يعني في كثير من الاحيان بتلجا في ثاني درجه ان هم يعدلوا الاحكام دي، لكن برضه بيبقى في تعويض. طيب في حاله المعاملات الماليه النهارده، يعني انا مطلع بضاعه بنص مليون جنيه والمفروض ان في دفعات كده بتيجي، وجيت انا النهارده ما كتبناش ورق ولا حاجه زي كده، وجاء التاجر اللي خد البضاعه مش عاوز يسدد. تمام. ده بتدخل بقى في قصه دفتر التاجر. ده كان القانون بيلزم الشركات انها تمسك دفاتر، بيمسك الدفاتر دفاتر تجاريه. الدفتر ده منتظم، من شروط انك تقدر تحتج بدفترك ان يكون الدفتر ده مسجل فيه تسجيلاتك لمعاملاتك منتظمه. المعاملات كلها مش لازم كلها مع الشخص ده. مش لازم الشخص ده. بما فيهم الشخص ده. فاذا الدفتر ده بيطلع من المختوم من الجهه، من هيئه العمل الاستثمار او من جهه ما في وزاره التجاره، لو الدفتر ده ممسك بيه معاملاتك ومعاملاتك منتظمه ومقيده فيه بشكل مظبوط وبتقدمها للضرائب، هي نفس الدفاتر تقدر تحتج بيها قدام النيابه قدام اي مكان. طب وتثبت بيها مدونيه في حاله عدم وجود دفاتر بقى؟ لا خلاص مفيش حاجه طبعا، مفيش اعمال تجاريه بدون اوراق خالص. طبعا. طبعا طبعا طبعا. شهاده الشهود صعب جدا. هل مبلغ كام؟ مبلغ فوق ال 50,000 ولا اكتر من 50,000؟ هتقدر تثبته بشهاده الشهود ولا تثبته بوسائل الاثبات الاخرى، ولا لازم اوراق؟ لا، في كل حاجه كل حاله بتدرس على حالتها، يعني مفيش احكام عامه. برضه علشان نستوفي موضوع العمال وكده، في نقطة بدون ما تعذرك برضه، وهي ان النهارده اصحاب العمل بيلجأوا وهو بيمضيك على استمارة اللي هي بداية العمل معاك وعقد العمل، بيمضيك على استقالة. تمام. بيمضيك على استقالة وتفضل موجودة عنده يستخدمها وقت الحاجة. انت النهارده ليه؟ عشان المدة القانونية اللي هي من حقك ترجع خلال اسبوع من تاريخ استقالتك. بيروح عامل ازاي؟ مضي الاستقالة. انت مثلا مشيت يوم 1/1/2020، يروح كاتب لك الاستقاله دي من 1/12/2019، يبقى قبل ما تمشي بشهر، يبقى فوت عليك مده الاسبوع علشان يكون عدى المده القانونيه. المده القانونيه ما ترجعش. فانتوا ليه بنحط قوانين نضطر نجد لها حلول بعيد عن القانون؟ طب احنا في معانا الاستاذ مختار. مساء الخير يا استاذ مختار. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. لا بس محمد الباشا المستشار اللي مع حضرتك ده، عايز اعرض عليه المشكله. في عندي مشكله كده، انا كنت شغال في مصنع في العاشر من رمضان. من غير اسماء يا استاذ مختار بعد اذنك، انت منين الاول؟ إيه؟ انا من البحيره. من البحيره. طب هستاذنك مش هنقول اسماء مصانع او اشخاص، لكن هنقول لا. المشكله اتفضل. انا ما سميتش اسماء، انا بقول حضرتك مصنع من العاشر من رمضان. رمضان مليان مصانع كتيره. تحت امرك استاذ مختار اتفضل. خدت بال حضرتك كنت شغال في مصنع في العاشر من رمضان، وقعدت اشتغلت فيه من يوم 18/2 لحد يوم 13، لحد يوم 12/3، 13/3 اللي هو اول المطر والعواصف والرياح وبتاع اللي فات ده. القويه اللي كانت جامده دي، والامطار القويه الغزيره دي. تمام. والسيول اللي حصلت دي. تمام. خدت بال حضرتك. وبعد كده طبعا وجيت ان هم مشوني كده، منهم نفسيهم كده خدت بالك، و
وأساءوا معاملتي واعتدوا عليا وبعد كده فجيت أطلب بحقي منهم. خدت بال حضرتك حتى اللي هو كنت رايح عن طريق مكتب في اسكندرية والمكتب بتاع اسكندرية حولني المكتب في القاهرة، ومكتب القاهرة وداني جدا أعطاني جواب لمصنع من العاشر من رمضان، في العاشر من رمضان. والمصنع ده حضرتك أنا قعدت معاه من 13 اتنين، من 18 اتنين لحد 13 تلاتة. أيوة شهر يعني. شهر. حضرتك وجيت بقى أطلب بحقي. قالوا لي لا ده أنت مالكش حاجة، مع العلم إن أنا كنت رايح أشتغل بدل ما أشتغل 8 ساعات. قالوا لي لا ما فيش شغل 8 ساعات، ده الشغل 16 ساعة عندنا. 16 ساعة؟ يعني أنا كنت كنت بطبق ورديتين يوميا. أطلع الساعة 6:30 الصبح، ارجع الساعة 3، ارجع الساعة 12 بالليل كل يوم. ربنا يعينك. طيب يا استاذ مختار، اقعد ورديتين، اقعد ورديتين حضرتك من 6 الصبح للساعة 3 ومن 3 ل 12 بالليل. انا عايز اسال بس طبيعة العمل ايه؟ 16 ساعة، 16 ساعة متواصل. استاذ مختار، هو حضرتك طبيعة العمل ايه؟ طبيعة العمل أنا كنت شغال عامل إنتاج في المصنع ده على سير إنتاج. عامل سير إنتاج. الجواب والجواب اللي طالع على إن أنا عامل إنتاج ونقف على سير إنتاج. الجواب اللي طالع ده طالع منين؟ مكتب العمل ولا إيه؟ طالع، لا مش مكتب عمل، ده مكتب توظيف. مكتب توظيف خاص يعني. مكتب قطاع خاص توظيف. تمام. حضرتك عملت عقد مع الناس دي؟ وعملت كتبت عقدي مع الناس على اساس ان المقاول كتبنا عقد، كتبنا ورقه. خدت بال حضرتك الورقه دي ما كانتش البيانات بتاعتها واضحه ومضينا عليها، وقال لك ان انت من ليس لك الحق. الايه كلامه لينا بقى؟ ان انت مالكش الحق ان انت تاخد فلوس الا بعد ما يعدي 10 ايام شغل متواصلين. اشتغلنا ال 10 ايام شغل متواصلين. خدت بال حضرتك؟ بقول لحضرتك اشتغلنا من 18 2 لحد 13 3. تمام. ما يخرج من شهر. يعني معنى كده اكتر من 23 يوم. طب استاذ مختار، خد تليفون المستشار ياسر من الكنترول، تمام، وتواصل معاه بعد الهواء، وهو مش هيتاخر عنك ان شاء الله. تمام. يعني هو برضه دي مشكله العقود. يعني حتى العماله غير منتظمه اللي هو بيقبض بالاسبوع ده، لا القانون بيشترط انه يقبضه خلال رقم الأسبوع. المستشار ياسر يا جماعه على الهواء، اللي حابب يتواصل معاه بعد الهواء يتفضل ياخد الرقم. القانون برضو هو ما عملش بس للعماله الثابته الشهريه، في عماله بتقبض بالاسبوع. فالقانون اشترط انه يقبض بعد اسبوع. يعني اول مره في اول، لا انا هقول لحضرتك حاجه عشان انا عارف انا خبير الموضوع ده. في بعض مكاتب التوظيف بيعمل اعلانات عاوزين عمال وحاجات زي كده، وبياخد من المصنع مبلغ نسبة. تمام. وببعت له العماله دي اللي اشتغل 20 يوم، اللي اشتغل شهر اثنين وهكذا، وياخد بعضه ويمشي. لا تامينات ولا بس ولا ده ما خدش حاجه خالص. ده بيقول لك ما خدش اجره، واشتغل ما يخرج من شهر ورديتين. يشتكيهم في مكتب العمل. وكل ما زاد عدد الشكاوي انا شايف ان كل واحد يتمسك بحقه يا جماعه. حتى لو حضرتك بتقبض بتشتغل اشتغلت 20 يوم لك مبلغ، لك فلوس، ما تتمسك بحقك وتروح تشتكي. لو تكثرت الشكاوى على المكان ده مكتب العمل هينزل وهيحقق في كل حاجه، وهيجيب ورقه كله بالكامل ويفحصه، وكل واحد له جنيه هياخده. القانون يعني حاطط حمايات تامه وكامله لكل الناس، حتى العماله الغير منتظمه، حتى العماله اللي بتقبض بالاسبوع واللي عماله يوميه. فعلا اجمل حاجه ننهي بيها بجد الحلقه. ربنا يبارك لك. الله يكرمك. الكلام كان شيق. اتفضل. انا بصراحه يعني الموضوع كبير وبيعني بيقلق ناس كتير واصحاب عائلات واولاد. يعني مش هطول عليك، انا عارف وقت البرنامج خلص. تمام. فربنا يبارك. تمام. فاحنا بنشكر حضرتك بجد. الله يكرمك. انا سعيد بوجودي معاكم. ربنا يخلي حضرتك وان شاء الله نكون موضوع شائك. والتليفونات، ضغط التليفونات بس اللي خلى ناس كتير جدا ما تواصلوش معانا. ان شاء الله الموضوع مفتوح معانا يا جماعه، والمستشار ياسر حشيش هو المستشار القانوني للبرنامج، وتليفونه كان موجود على الشاشه وكان موجود في صفحه البرنامج. اللي عنده اي مشكله من النوع ده يتواصل على صفحه برنامج ناس من بلدنا. احنا بناكد دايما ان احنا مع بيقولوا الطرف الاضعف زي ما قال المستشار ياسر، اللي هو العامل. احنا مع العامل، وبنحافظ برضو على كياناتنا الاقتصاديه
الكبيره. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. شكرا يا استاذ محمد. شكرا. شكرا جزيلا. بشكركم جدا على متابعتكم، بشكر كل مشاهدينا في مصر والعالم اجمع، ونشوفكم الاسبوع الجاي الساعه 9. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.